عليكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة العلماء المسلمين في الكيمياء. اليوم العالم اللي راح نحكيو عليه هو عز الدين الجلداكي، واللي راح تحكي لنا عليه أبلة. مرحبا بك أبلة. يسلمك النهار، يعطيك الصحة. ألوغ كيما كنتي هضرتي ديجا، راح نهضروا على عز الدين الجلداكي، ولا اسمه كومبلي عز الدين علي أيدمر الجلداكي. كان مولود كما قلت لي مقبلة نور في مدينة وش اسمها؟ جلدك، وعلى هذا يعيطولو الجلدكي. ناكا، هو كان كما كامل العلماء في وقته، كان طبيب ومانتان كيميائي كما العلماء بكري. كانوا كامل ينشطوا في بزاف لي دومان، من بينهم لي دومان اللي كان ينشط فيهم عز الدين الجلدكي هما الكيمياء والطب. كيما على بالنا ولا كيما عنوان فاسيريش، سي عالم مسلم. عالم مسلم، كانت عنده عدة مؤلفات، من أبرزها رسالته في الكيمياء اللي تسمى البرهان في أسرار علم الميزان. هذا يا جبونس يحكي على كيفاش نستعملوا كيفاش نبوزي وكيفاش، باسكو ماشي هكاك برك، هي عملية بسيطة باينة بليك فيها عفايس كومبليكي لي بتاتخ كاين في هذا الكتاب. علم دقيق اكزاكتلي، يسحق كلش يكون اكزاكت بعلم بالميزان. كانت عنده ثاني مؤلفات لأعمال قيمة، وكاين هذا المؤلف اسمه المصباح في علم المفتاح، وكاين عنده ثاني مؤلفات اللي من بينهم مازالت متواجدة لحد الآن في المكتبة الوطنية للطب في الولايات المتحدة. عنده ثلاث مؤلفات، نظرا لأهمية إنجازاته في هذا الميدان ولا في ميدان الطب، لحد الآن هذه المؤلفات مازالت متواجدة في المكتبة الوطنية ويستعملوها كمراجع لهم في تطور الطب الحالي. وعنده ايضا مؤلفات اطروحات ديتاز في مجال الكيمياء اللي مازالهم يدوا منهم الى يومنا هذا اقتباسات. اكزاكتومون، يعني نظرا لي كما قلنا لاهميه الاطروحات اللي دارها. يعطيك صحة أبلة. يعطيك صحة. ننتقل الان الى نسرين اللي راح تحكي لنا شويه على انجازات الجلدكي في مجال الكيمياء. ساهم الجلدكي في اكتشاف الأسيد نيتريك، واللي تمكن من خلال تجاربه وأعماله أنه هذا الحمض قادر على الفصل ما بين الفضة والذهب، واللي مازال لحد الآن يستعمل في مجال صياغة الذهب. قام بإضافة مواد كيميائية للصودا الكاوية أو ما يسمى بهيدروكسيد الصوديوم علمياً، وذلك للتحسين من جودة الصابون الذي يستخدم في غسيل الملابس. يعتبر الجلدكي أول العلماء الذين بيّنوا خطر استنشاق بعض الغازات الناتجة عن بعض التفاعلات الكيميائية، وكان له الفضل في صنع الكمامات والتي ما زالت تستخدم حالياً في المختبرات الكيميائية. قام الجلدكي بشرح طريقة التقطير والتي تستخدم حالياً، بما في ذلك من أوراق الترشيح والتقطير بحمام مائي والتقطير المزدوج. اشتهر كذلك بأفكاره والتي تعتبر كذلك بمثابة موسوعة علمية، ومن بين تلك الأفكار أن المواد الكيميائية لا تتفاعل فيما بينها إلا بأوزان محددة، الأمر الذي جعل هذه النتيجة المفتاح الرئيسي في قانون النسب الثابتة في الاتحاد الكيميائي. يعطيك صحة نسرين، يعطيك صحة أبلة للمعلومات اللي قدمتوهم لنا اليوم. نجستان نكونوا فدناكم أنا ونسرين بالمعلومات اللي مديناها، مجرد نبذة عن إنجازات الجلدكي في زمانه، بس كما على بالنا عنده مسيرات حافلة بالإنجازات. دونك هذه خاصة وأنه عالم غير معروف، يعني كاين كيما بتدخ جابر بن حيان ولا أبو بكر الرازي اللي هما علماء نعرفوهم، بصح كاين بزاف علماء اللي ما نعرفوهمش، غير يعني ما كانش عليهم ضوء هكا اللي خلاهم يتشهروا. دونك يعطيك صحة على المعلومات، ونلتقي في حلقة جديدة ومع عالم جديد إن شاء الله.